أكثر صعوبة في الحقيقة أن أتحدث في نقطة أعتبرها مهمة وشديدة الصلة بهذا الذي نريد مقاربته هذا المساء، أي ضمن هذه الإشكالية العامة للإسلام والحدثة، وهو نقطة نزول الإسلام في القرن 21 باعتبار أن هذا القرن وأيضا حتى القرنين السابقين وكذلك حتى ما نستقبله في السنوات القادمة تندمج ضمن الحداثة، وهذا نحن نعيش عصر الحداثة، وهناك من ربما يسمينا أننا نعيش أو نحيا عصر ما بعد الحداثة، ولكن في جميع الأحوال سواء كنا في الحداثة أو بعد الحداثة فلا نخرج عن النموذج والإطار العام الذي تأسس وبدأت يعني أسسه الثقافية، أسسه السياسية، أسسه التربوية ترسخ على الأرض منذ القرن 16 أو بحسب بعض المؤرخين منذ القرن 15 الميلادي. يعني هذا العصر هو عصر جديد، هو عالم جديد، بالتأكيد أن الزمن الذي قبل القرن 15 هو زمن مختلف تماما عن الزمن ما بعد القرن 15. يمكن ولن أبالغ إذا قلت بأن هذا الذي نسميه بعصر الحداثة هو ثورة حقيقية تشبه إلى حد ما ما عاشه الإنسان في فترة متقدمة عندما اخترع الكتابة وعندما عاش الثورة الزراعية. فهذه من المفاصيل في التاريخ البشري، من المفاصيل الكبرى ومن المحطات الكبرى، يعني هي نموذج مستقل تماما. فالإسلام إذا كان قد نزل في عصر كانت فيه الأرض والزراعة أو في عصر يندرج ضمن أو الذي يسمى العصر الوسيط، فنزول الإسلام في العصر الحديث وفي عصر الحداثة هو مختلف، أو على الأقل يجب أن نفهم بأن هذا العصر له مقتضيات مختلفة وله اشتراطات جديدة فيما يتعلق بنزول الإسلام وحضوره في حياة الناس. فقد هيأت لكم في هذا الإطار نصا أتمنى أن يروقكم يعالج ويناقش هذه القضية ويطرح أو على الأقل يثير اهتمامكم وانتباهكم إلى عدد من القضايا أتمنى أن تنال في النهاية يعني رضاكم وإعجابكم. فعبارة نزول الإسلام التي وضعناها عنوانا لهذه المداخلة ربما تكون مثيرة لكثير من الحضور الكريم الذين يعتقدون بأن الإسلام نزل وانتهى أمره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، وبالتالي التماس الأول بين الإسلام من جهة والإنسان أو بين الإنسان والتاريخ حدث ولحظة لا تقبل التكرار في عرف عامة المسلمين أو خاصتهم، ونحن في هذه المناسبة ربما لا نخالفهم الرأي من حيث المبدأ ومن ناحية الاصطلاحية، كون فعلا أن الإسلام نزل في القرن السابع كحقيقة تاريخية. فكون نزول الإسلام على الحقيقة تعرف عليه الناس منذ 1500 عام من اليوم، هذا أمر ربما لا نحتاج لكي نجادله، ولكن غايتنا من إعادة طرح السؤال ديال نزول الإسلام في هذا القرن الغاية تختلف عن غاية تناول في القرن السابع الميلادي. فالغاية اليوم هي تأمل فعل النزول الأول واستحضار سياقه في لحظة نهايته التي يعاني فيها الإسلام صعوبات وعوائق حقيقية في سياق نفوذه والهيمنة المطلقة على الحياة. يجب أن نطرح السؤال على أنفسنا، ماذا لو كان أول نزول للإسلام بيننا اليوم؟ ماذا لو كان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ كيف كانت ستكون معالم الهداية؟ كيف كانت ستكون تشريعات الإسلام واستدلالاته العقدية، تشريعاته في الأسرة، تشريعاته في الاقتصاد،
كيف كانت ستكون هذه الأسئلة وتدبرها يفتح أعيننا على حقيقة أساسية في هذا الإسلام لا يمكن الانتباه إليها إذا اعتقدنا أن الإسلام يقع وراءنا نزل وانتهى. بمعنى مثل هذه الأسئلة جعلنا نتأمل أبعاد أخرى في الإسلام، أو ما سماه مالك بن نبي رحمه الله المفكر الجزائري الإسلامي ما سماه بالظاهرة القرآنية، وهو يتحدث عن نزول الإسلام. إن التعامل مع نزول الإسلام كلحظة تاريخية منتهية، وأن المسلمين ومنذ لحظة النزول تلك يعالجون ويقاربون أمور حياتهم بما ينسجم مع الدين الجديد الذي حل بينهم، يختلف تماما عن التعامل مع نزول الإسلام كلحظة تاريخية متجددة في كل طور من أطوار التاريخ. ولعلنا اليوم ما أحوجنا إلى تأمل هذا النزول المتجدد للإسلام في هذا العصر اللي كنسميوه بعصر الحداثة، بحيث كل مرة يملي على المسلمين ظروفا وشروطا جديدة مختلفة عن السابق ومنسجمة مع الحاضر، خاصة في مثل هذه التحولات أو الانعطافات أو الانتقالات التاريخية الكبرى. فالواجب إذن الذي يتأكد أكثر مع تحولات العصر الراديكالية هو التعامل مع نزول الإسلام كلحظة شبه تاريخية متجددة لها انعكاسات إيجابية على الإيمان، وتسمح للمسلمين بتوليد الاستقامة والهداية وتجديدها، استقامة وهداية تناسب عصرهم وحاضرهم وظروفهم حلوها ومروها. بمعنى أن لا يمكن أن نتصور في هذا السياق أننا باعتبار أن الإسلام يقع وراءنا وأنه نزل وانتهى وتم في زمان معين وأننا فقط نجتهد في إطار ذلك الزمان، فهذه المقاربة لا تسمح لنا بإعادة الاعتبار للإسلام في عصر الحداثة. فإعادة الاعتبار للإسلام في عصر الحداثة يقتضي أساسا موقف أولي وفرضية أساسية، هو أن الإسلام هو دائما في نزول متجدد بحسب العصور وبحسب الأطوار.